إنقاص السلك الدبلوماسي بخطر والتصنيفات المؤجلة تمت ناقصة وألحقت الظلم بمجموعة كبيرة من المصنفين على الفئة الثالثة. تقرير لدنيز رحمي فخري. الرابع هزيم يرحل عن 92 عاما في مستشفى القديس جورجيوس في بيروت. منصور يتبلغ من السفير السوري في لبنان موافقة السلطات السورية على تسليم جثامين اللبنانيين الذين قضوا في مكمن تل كلخ. تجدد إطلاق النار على محاور باب التبان جبل محسن في طرابلس وعدد القتلى يرتفع إلى 6. المعارك تحتدم على مشارف دمشق ومزيد من التحذيرات لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية. وفد من 14 من أذار في عين التيني لبحث مشروع قانون الانتخاب وعمل اللجنة المخصصة لدرسه. الأزمة السياسية في مصر تتفاقم، جبهة الإنقاذ الوطني تمهل مرسي حتى الجمعة للتراجع عن الإعلان الدستوري. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة الثامنة، كونوا معنا.